السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أصدقائي وصديقاتي، رجعنا لكم بفكرة جديدة. النهاردة هنعمل مع بعض خط الأعداد. المطلوب مننا إن احنا نعمل الأرقام. أنا علمتكم إزاي نعمل الأرقام والحروف، وعمل لكم شورتس كتير بالفيديوهات كتير بالأفكار دي إزاي تعملوها بسهولة، حتى الكلمات برضو والحروف برضو علمتكم قبل كده إزاي احنا ننفذها. قبل ما تكملوا الفيديو أرجوكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر قدر من الأصدقاء. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الفكرة بتاعتنا. احنا هنا عملنا خط الفوم ده، ركبناه، ده فوم انا ركبته علشان خاطر بس التصوير. الكلمة خط الاعداد برضو هنحطها من فوق كده. هنثبت الارقام زي ما قلنا، نبتدي من 1 2 3 كده. يا اصدقائي احنا حطينا الارقام من 1 لـ10 وهنثبتهم بالمسدس مع بعض. ناخد مسافات كويسة، نعمل مسافات مظبوطة ما بين الأرقام وبعضها علشان النشاط بتاعنا يبقى شكله حلو، وناخد عليه درجات حلوة إن شاء الله. كده هثبته ونرجع لكم. كده احنا ثبتنا الأرقام كلها اهو، كل الأرقام ثابتة. عايزين هنا نحدد الأرقام دي. هنجيب قطع من الفوم ونحدد عليها مربعات. المربعات دي بعدد الحروف، الأرقام قصدي، يعني حاجة زي مدلول الأرقام كده. هنيجي هنا نحدد المربعات بتاعنا، ده رقم 2 مثلا، نحدده مع بعض كده. كده بقى معانا مربعين. هنعمل كل المربعات بالشكل ده لكل الحروف، لكل الأرقام سوري. هنا مثلا رقم 5 نحطه تحت 5 كده. ده رقم 4 هنحطه تحت 4. رقم 2 برضو، حرك الكاميرا معانا، هيبقى تحت 2 كده. رقم 1، وكلها ألوان مختلفة علشان نحدد كده. رقم 3 كده معانا، 4 5 6 كده، 7 8 اهو معانا كده. ده 9 اهو معانا كده، 9 اهو. هنعدل الكاميرا بتاعتنا شوية. وده 10 كده. كده هيبقى معانا كل الأرقام بالمدلول بتاعها أو خط الأعداد زي ما هو مكان مطلوب مننا. وهنثبت اسم النشاط هنا، وطبعا ما نستغناش عن بعض الزينة للفيديو. هنشوف مع بعض هنا يا اصدقائي عشان نعمل زينة للنشاط. عندنا شوية اوراق صغيرة مقطعة، ممكن نعمل منها اي شكل، الشكل اللي بتعرفيه، ما تغلبيش نفسك. وعايزين نعمل فراشة مثلا اهو كده، فراشة اهو، او فيونكة اللي تحسبه يعني كده. عايزين نعمل قلب مثلا برضو، تقدري تعمليه. الشكل المتاح عندك تقدري تعمليه اعمليه. هنملى بيه النشاط بتاعنا عشان يعمل معانا ايه، لمحة بسيطة، فكرة حلوة كده. حتى لو تقدري تعملي دايرة اعمليها اهو قدامكم كده، حتى لو شكلها عشوائي برضو مش هتفرق معاكي. كده هنثبت مع بعض الفراشات او الفيونكات دي ونشوف مع بعض. عشان تدينا شكل الفراشة هنطبقها كده، هنرجعها كده على المقلوب ونديها حتة شمع صغننة خالص، ونثبتها هنا مثلا كأنها طايرة. نمسكها شوية عشان تدينا ايه، وضع الطيران بتاعها. هنوزعها عشوائي، مش هنحدد الأماكن، بس عشان نملى اللوحة بتاعتنا شكلها يبقى حلو اهو كده. نحاول نغير الألوان اهو. خليها طايرة بعيد شوية اهو. هنعلي الكاميرا بتاعتنا عشان اللوحة كلها تبقى واضحة اهو كده. هنيجي هنا ونحط قلب. احنا ما ثبتناش الاسم، انا عاملاه على فوم اهو كده. ونثبته في قلب اللوحة، نظبطه طبعا كده كده. ثبتناه، هنوزع باقي القلوب كده.
كده. كده احنا ملينا مع اللوحة بتاعتنا. ارجو الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو. شكرا لحسن المتابعة. لو عندكم انشطة مختلفة، اي فكرة حابين تنفذوها او عايزين لها فكرة مختلفة، قولولي ونعمل لكم ان شاء الله كل الافكار. كده النشاط بتاعنا انتهى. انا مثبتة الاركان بتاعت اللوحة عشان ما تضمش. اهو هنا 1 2 حد 10، وادي الشكل النهائي بتاع اللوحة بتاعتنا. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.